السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. محافظ المحافظة الجنوبية يفتتح صالة الزلال لتلبية متطلبات المواطنين في المنطقة. انطلاق المؤتمر الإقليمي لتشخيص وعلاج الأمراض النفسية. الجامعة العربية المفتوحة تنظم فعالية يوم المهن الثالث. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. افتتح صباح اليوم سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة صالة الزلاج، وذلك بحضور مدير عام بلدية الجنوبية وعدد من نواب المجلسين النيابي والبلدي في المنطقة، إضافة إلى ممثلي مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة. وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن هذا المشروع الاجتماعي يعد إنجازا تنمويا ضمن إنجازات حزمة المبادرات والمشاريع التنموية والخدمية التي تبنتها المحافظة الجنوبية، وأن مشروع صالة الزلاج يؤكد على تلبية المحافظة الجنوبية لمتطلبات المواطنين في منطقة الزلاج من خلال زيارات سموه للأهالي ولقائه المباشر بهم، الأمر الذي يجسد حرص سموه على الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية والتاريخية والثقافية لمختلف مناطق المحافظة لتعزيز أواصر الترابط والتعاضد بين أفراد المجتمع، موضحا سموه أن لا يدخر أي جهد لخدمة الوطن والمواطنين. في البداية نحب نشكر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على افتتاحه صالة أهالي الزلاق. الحمد لله هذا المشروع اللي كنا نأمل من سنين أنه يستوي واستوى على أرض الواقع. هذا المشروع اللي راح يكفي عدد كبير من المعزين في مقبرة الزلاق، إن شاء الله المشاريع الجديدة إن شاء الله في الإنشاء أهالي الزلاق يستهلون منا كل خير إن شاء الله، وأيضا أهالي الدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية إن شاء الله. في هذا اليوم الأغر وفي بدايات الشهر الكريم وشعبان العظيم تستقبل الزلاق قامة من قامات آل خليفة، ألا هو سمو الشيخ خليفة بن علي محافظ المحافظة الجنوبية، ليتشرف بحضوره الشخصي لافتتاح صالة في مقبرة الزلاق تخدم المعزين في هذه المنطقة. وبهذه المناسبة لابد أن نشيد بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة في جميع مناطق المحافظة، وهذا لا يدل على النبتة الحميدة الذي أنبتها. برعاية من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للتقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والنمائية، إذ يعد المؤتمر فرصة كبيرة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائي التربية الخاصة. كما ويأتي المؤتمر في ظل تطور التقنيات الحديثة وخاصة الإلكترونية منها في مجال تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والنمائية لفئات المجتمع المختلفة. كما وعقد على هامش المؤتمر عدد من ورش العمل التي تهدف إلى إثراء الأخصائيين وتزويدهم بخبرات عملية وعلمية حديثة تساهم في زيادة المخزون المعرفي لديهم، مما يعود بالنفع على المجتمع البحريني بشكل عام. وعدد المشاركين وصل إلى عدد 300 مشارك، وهذا يعتبر من يعني نجاح المؤتمر الحمد لله على المستوى الإقليمي، وكان الحضور من جميع مجلس التعاون من البحرين ومن السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان. وهذا المؤتمر يخص جميع الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والتربية الخاصة. الحقيقة المشاركة دي مميزة جدا، لأن في أبحاث وأوراق علمية حديثة جدا إحنا بنعرضها على المشاركين، لأن دي نقل خبرات. فده هيكون له حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى إنه إحنا بنأهل الأخصائيين، بنفتح لهم فرص عمل جديدة في مملكة البحرين. الشكل التاني ده بيعود بنفع على المجتمع البحريني ككل، لأن يعني عندما يكون المتخصص بروفيشنال فده بيكون المجتمع إنسيف. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. ورش تعليمية وأمسيات شعبية بمهرجان التراث السنوي في يومه السادس.
نظمت جمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ورشة عمل بعنوان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مجال الإعلام، وذلك بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين. هذا وتطرقت الورشة في بدايتها إلى دور المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في داخل البحرين وخارجها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير في المجال الإعلامي المرئي والمكتوب والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيل استخدامها بالشكل المناسب الذي يخدم رؤى وأهداف مملكة البحرين. تأتي هذه الورشة استكمالا لكل الورش والبرامج التدريبية التي تقوم بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، حيث أن من أهم يعني من قانون إنشاء المؤسسة هو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. فنحن مهتمين بجزء كبير جدا من عملنا اليومي هو التدريب وزيادة الوعي والتثقيف. ندرب الكثير ونعقد كثير من الورشات، فمن الطبيعي طبعا أن لا ننسى حرية الرأي والتعبير. وجاءت مبادرة صراحة من جمعية الصحفيين البحرينيين، ونشكر مجلس إدارتها. تتشرف جمعية الصحفيين البحرينية بإبراز الدور الهام لحقوق الإنسان وتوعية الأخوة الصحفيين في المهنة، بحيث أنه كيف يقدر يساهم في تحسين عملهم اليومي في المهنة. تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، افتتح وكيل الوزارة فعالية يوم المهن الثالث والذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة بمقرها بمنطقة عالي. وقد شارك في الفعالية منشآت عاملة بالقطاع الخاص من مختلف التخصصات، كما شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجناح خاص لعرض الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية النوعية التي تنفذها بالتعاون مع صندوق العمل تمكين. وتستهدف الفعالية إلى تعريف طلبة وخريجي الجامعة على أنواع القطاعات المهنية التي تتناسب بتخصصاتهم، واكتساب الخبرة في طريقة التقدم للوظائف وأعداد السير الذاتية والتدريب على اجتياز مقابلات العمل. كما يعد المعرض فرصة للشركات وأصحاب العمل للتعرف على مخرجات الجامعة والباحثين عن عمل لشغل مختلف الوظائف بالقطاع الخاص. تستمر فعاليات مهرجان التراث السنوي 27 لليوم السادس على التوالي بالقرب من قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في مدينة الرفاع بعنوان الخيل العربية. وقد استهل مهرجان التراث السنوي فعالياته اليومية بأمسية فنون شعبية من تقديم فرقتي دار شباب الحد ودار شباب الرفاع، وعددا من الأنشطة الثقافية والترفيهية لجميع أفراد العائلة. كما احتضنت خيمة المهرجان ركنا للتلوين والرسم لاستكشاف إبداعات ومهارات الأطفال الفنية والمرتبطة بالخيل. وقدم مهرجان التراث السنوي 27 للجمهور مجموعة من العروض الحية لحرف يدوية أصيلة وقديمة مرتبطة بالخيل يمارسها حرفيون بشكل مباشر أمام الزوار. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وتتابعون في السادسة غدا. الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ينظم حفلا بمناسبة يوم العمال العالمي. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.